لويس ميكسي ميكي سيكوني ميكي سيوني هيبقى اسمه صعب علينا كلنا يعني، لكن هنقول ميكي ونخلص. لويس ميكي حلو برضو، اسم لطيف. لعب الحقيقه قبل كده مع سان داونز، تشيبا يونايتد، رويال ايجلز الجنوب افريقي، وسيمبا التنزاني. شارك في 14 مباراه بدوري الابطال افريقيا، سجل خلالهم 3 اهداف وصنع 3 اهداف، ولفت الانظار بشده الحقيقه في دوري ابطال افريقيا اللي فات، وهو لاعب سبق له التدريب ايضا تحت القياده الفنيه البيتسو موسيماني. اما على المستوى الدولي لعب 27 مباراه مع منتخب موزمبيق وسجل 4 اهداف. ده بالنسبه لميكي. اما بالنسبه لاحد النجوم اللي ايضا كان بيلعب في نادي كبير زي نادي سموحه، كابتن حسام حسن. حسام حسن في قياده سموحه في اول قاد سموحه في اول مواسمه ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب في 2015 2016. شارك في الكونفدراليه الافريقيه ونجح في التاهل لدوري المجموعات. حسام حسن سجل 49 هدف طوال مسيرته مع سموحه منذ انضمامه في يناير 2016 وخلال 159 مباراه في كل البطولات، وصنع 10 اهداف اخرين. الموسمين الاخيرين هم الابرز في مسيره حسام حسن، سجل 11 هدف في 2018 2019 2019 2020، وسجل 10 اهداف في موسم 17 18. في الدور الاول من هذا الموسم حسام حسن سجل 9 اهداف في 15 مباراه قبل ان يرحل الى نادي اهلي طرابلس على سبيل الاعاره، والتي انتهت ثم عاد من اعارته لينضم للنادي الاهلي في صفقه رائعه. حسام حسن 52 هدف، صنع 12 هدف في أكثر من 200 مباراة لعبها مع كل الفرق في كل البطولات الإفريقية. انضم أيضا لمنتخب مصر حسام حسن، يعني لاعب دولي ينضم مؤخرا أيضا للنادي الأهلي في صفقة انتقال مهمة جدا جدا جدا. طيب آخر لاعب تم الإعلان عنه هو كريم فؤاد. كريم فؤاد بيجيد اللعب في 5 مراكز في الملعب، يمكنه اللعب في مركز باك يمين باك شمال، ممكن ايضا جناح ايمن جناح ايسر ووسط الملعب، بيعرف يلعب برجلي اليمين وبرجلي الشمال. كريم فؤاد شفناه مع نادي امبي ومع المنتخب الاولمبي ونادي النجوم، وكان عنده عليه كلام كتير جدا ان هو يحترف في اوروبا، وبالفعل الحقيقه وصله عرض معايشه من بنفيكا بطل البرتغال وسلتك الاسكتلندي، يعني برضو حتى الصحافه العالميه سان سكوتش اللي هي سان الاسكتلنديه اتكلمت عن ضمه او الموهبه الافريقيه اللي ضاعت من سلتك زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي. وده ايضا خبر من الاخبار الهامه جدا، وبالتالي 4 صفقات للنادي الاهلي، بيرستاو ولويس ميكي وحسام حسن وكريم فؤاد.